سمعنا في شي وقت من المطبخ المغربي كنقترح عليكم طاجين ديال الميرلا معمر بالروز والشرموله ديال الحوت. الطريقه ديالو سهله. فاول حاجه غادي نحتاجو تقريبا نص كيلو اولا كيلو ديال الميرلا تكون متوسطه في الحجم ديالها. غادي نحتاجو واحد زلافه صغيره ديال الروز مسلوق، نص كاس صغير ديال زيت البلديه، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الحكمه طيشه، وغادي نحتاجو الشرمولات ديال الحوت. وبالنسبه للشرمولات ديال الحوت الطريقه ديالها سهله، فغادي نحتاجو فيها المعدنوس مفروم رقيق، الثومه مطخوقه، وغادي نحتاجو شويه ديال عصير ديال الحامض، شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال الملح والكمون، تحميره الحلوه، وشويه ديال الشونيه اولا الهريسه على حسب الرغبه ديالكم. هاد الشرموله كلها كتخلط وكنحتفظوا منها لانه غادي ناخذوا منها كميه باش نشرمنوا بها الروز وكذلك هذيك الميرلا من الفوق. فغادي نعاود، قلنا الطاجين ديال الميرلا معمر بالروز والشرمولات ديال الحوت الطريقه ديالو سهله، قلنا في المقادير غادي نحتاجو تقريبا على حسب عدد افراد الاسره والرغبه ديالنا والكميه اما نص كيلو اولا كيلو ديال الميرلا تكون متوسطه في الحجم. غادي نحتاجو تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الشرموله ديال الحوت، واحد شويه ديال عصير ديال الحامض، غادي نحتاجو الروز مسلوق، واحد زلافه متوسطه منه، شويه ديال الحكمه طيشه تقريبا واحد معلقه ولا جوج معالق ديال الحكمه طيشه، وورقه موسى، ونص كاس صغير ديال زيت البلديه. غادي نمشيو لطريقه تحضير هاد الطاجين ديال الميرلا، يعني غادي نعمرو بحال الطريقه اللي كنعمرو بها هكذا السرديل في الشرموله. فاول حاجه غادي نوجدو هذاك الروز، يعني كيكون مسلوق كنسلقو الروز كنصفيوه مزيان من هذاك الماء وكنحتفظو به على جنب. ملي كيتسقطر مزيان كناخدو داك الروز كنضيفو ليه شويه ديال الشرموله ديال الحوت اللي حضرنا اللي فيها المعدنوس والثومه وعصير الحامض والزيت البلديه والملح والكمون والتحميره حلوه وشويه ديال الشونيه اولا الهريسه، كيتخلطو مزيان. هذيك الشرموله ناخدو منها معلقه ولا جوج على حسب الكميه اللي درنا ديال الروز، منكتروش، غير المهم يتشرب مزيان بهذيك الشرموله يبان لينا الروز ولات فيه ديك اللون ديال الشرموله. كيتخلط مزيان، ممكن نضيفوا واحد طريف ديال دامه البنه ديال الزعفران كنفرتوها شويه وكتخلط مزيان. كنحتفظوا على داك الروز هكا مشرمل بالشرموله ديال الحوت على جنب، وكناخذوا هذيك الميرلا بعد ما كنكونوا غسلناها مزيان ونقيناها كنعمروها، كناخذوا كل وحده كنعمروها بتقريبا واحد معلقه حتى المعلقه ونص ديال الروز اللي فيه الشرموله ديال الحوت، وكنديروا فوق منها واحد طرف اخر ديال ميرلا، يعني بحال نفس الطريقه اللي كنوجدوا فيها هكا السردين كيكون معمر بالشرموله ديال الحوت. كنديروا ميرلا وفي وسط الوسط ديالها الشرموله اللي فيها الروز، وكنعاودوا نديروا فوق منها واحده اخرى، ثم كناخذوا لاطا اللي كتدخل للفران كندهنوها بشويه ديال زيت البلديه، وكنستفوا هاد الشرائح ديال الميرلا معمره بالروز، يعني وحده وفيها العماره ديال الروز بالشرموله، وكنديروا فوق منها يعني الميرلا اخرى قطعه اخرى ديال الميرلا كيف قلنا بحالها بحال الشكل ديال السردين معمر. كنستفوهم كلهم في اللاطه وحده وحده وحده، ثم كناخذوا هذيك الشرموله ديال الحوت اللي خدينا منها غير كميه تقريبا واحد معلقه ولا جوج ديال اللي شرملنا فيها الروز، وما تبقى من هذيك الكميه ديال الشرموله ديال الحوت كنضيفوا ليها ديك نص كاس ديال زيت البلديه، نعاودو نتبلو الا شفنا الملح ناقصنا اولا شفنا انه مازال محتاجين شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال عصير ديال الحامض، فلكم على حسب الاختيار ديالكم. مهم الشرموله ديال الحوت كتخلط مزيان مع جوج معلقات ديال الحكمه طيشه، كيتخلطوا مزيان، نضيفوا لهم ورقه موسى، ثم كنحاولوا نفرغوا هذيك الشرموله ديال الحوت من الفوق مع ديك الزيت البلديه وحكمه طيشه، كنديروها من الفوق على ديك الميرلا قطع ديال الميرلا اللي عمرناهم بالروز، ثم كنغطيوهم بالورق ديال الالومنيوم هكا، نحاولوا انه الورق الالومنيوم ما نديروهش يعني ما نغطيوش به، نضغطوا عليه في الوقيته اللي كنكونوا باغيين نغطيو به هذيك لاطا ديال الفران، يعني ما نوصلوش لهذوك القطع ديال الميرلا، وانما نحاولوا بحال غنديروا واحد القبه، يعني غتبقى هذيك البلاصه واحد المسافه ما بين لاطا ما بين هذوك الميرلات وما بين يعني فين حاطين ورق الالومنيوم، لانه كنعرفوا الورق الالومنيوم كيتفاعل مع الماكله، فمن الافضل نديروا هكذا غير من الفوق مقبب، ثم كندخلوه الفران حتى كنعرفوا انه الحوت ما كيحتاجش طيب بزاف، خصوصا الميرلا ما كتحتاجش طيب بزاف. عندنا ميزاننا ملي كنخرجوها فكتجي هذيك الميرلا هكا معمره بهذاك الروز وفي هذيك الشرموله، وكتبقى لنا ديك شويه ديال الشرموله. الا بغينا ديك المريقه ممكن نضيفوا شويه ديال الماء، يعني في الوقت اللي يبدا يطيب هذاك الحوت ديال الميرلا كنضيفوا شويه ديال الماء، وكنقدموهم مع شويه ديال الزيتون او السلطه بالصحه.